وفي لقاء مع الشرق قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية بندر الخريف قال إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستسهم في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين خصوصا في قطاعات واعدة كالتعدين. استراتيجية المملكة التي أطلقت مؤخرا استراتيجية الاستثمار استراتيجية محورية جدا، لأنه تهدف المملكة إلى توسيع قاعدة الاستثمار، توسيع قاعدة الاقتصاد. هذه الاستراتيجية تعمل عن قرب مع القطاعات مختلفة بما فيها قطاع الصناعة والتعدين. هذه القطاعات بطبيعتها قطاعات تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وتحتاج إلى نظرة استثمارية طويلة، فلذلك وجود استراتيجية واضحة تعطي معالم استقرار فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات والممكنات أمر مهم جدا، سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الخارجي. كما أن هذه الاستراتيجية أيضا سوف تساعد الوزارة إن شاء الله في القطاعات الواعدة خاصة قطاع التعدين على جلب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الذي نعول عليه أن يكون ركيزة مهمة لتنويع القاعدة الاقتصادية وأيضا لخدمة قطاع الصناعة، بحكم أنه جزء مهم من هذه المواد التعدينية سوف تكون مدخلات للصناعة بإذن الله. وأشار الخريف إلى أن صندوق التنمية السعودي قام بتمويل ما يصل إلى 212 مشروعا ليبلغ نسبته 83% لمشاريع صغيرة ومتوسطة. حقق الصندوق في من خلال المشاريع التي تم تمويلها أرقام قياسية بشكل عام بتمويل ما يزيد على 212 مشروع، وكانت قيمتها حوالي 17 مليار. السواد الأعظم من هذه المشاريع هي مشاريع صغيرة ومتوسطة، بلغت حوالي 84% من نسبة هذه المشاريع، لذلك هناك تركيز مهم. بالإضافة إلى ذلك، ضمن اتفاقيتنا اليوم تم توقيع اتفاقية ما بين الصندوق وما بين بنك ساب لتوفير ايضا خدمات لهذه الفئه من المستثمرين، بالاضافه الى توقيع اتفاقيه مع جامعه الملك سعود ومع مركز الامير سلطان لدعم ايضا المنشات الصغيره والمتوسطه كحاضنات اعمال لنتمكن من مساعدتهم خاصه في المراحل الاولى من الانشاء الى ان ان شاء الله يعني تبدا هذه المؤسسات تقف على رجولها باذن الله.